السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي صمدي. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال العلاج السريع لامراض الارانب الرضع، يعني باقيين عاد كيرضعوا من امهم وجاهم شي مرض مثلا ايا كان هذا المرض. شحال واحد غادي يتساءل غادي يقول يعني واش كاين شي علاج، يعني اما انتيبيوتيك اما سيرو، اما خصوصا ان الرضيع كيكون باقي عاد يعني ما كي يتحركش، ما يمكنش انك غادي تعطيه الدواء فمه، وممكن ان يكون هذا الرضع هادو يعني قبل الفطام، يعني نقولوا في عمر اسبوع ولا اسبوعين ولا نقولوا حتى في اليوم الاول، ولاحظتوا عليهم شي اعراض مثلا نايض فيهم شي حب، مثلا ما كيرضعوش مزيان، مثلا القضيه ديال ما كيرضعوش مزيان راه حنا هضرنا عليها من يعني بزاف ديال المواضيع، وهي ان خاص نراقبوا العدد ديال الحلمات ديال الام واش مناسبين، يعني في العدد مناسب مع العدد ديال الصغار. اما منين كنتفقدوا الصغار كيبان لنا بلي مثلا فيهم واحد النوع من واحد الحب مثلا، ولا خرج فيهم شي حاجه ايا كان، ان مثلا اي نوع من المرض، يعني اشنا هو كيفاش غادي نتعاملوا مع هذه الحاله. هذه الحاله هي ممكن ان اي واحد يتعامل معها بذكاء، ان الرضيع ما يمكنش ان غتعطيه واحد لونتيبيوتيك تدقولو، ان لونتيبيوتيك كيتعطى للكبار، ما يمكنش تعطي لونتيبيوتيك للصغار. اما يعني بذكاء وبزاف، يعني كل واحد يفكر معايا كيفاش غادي ندير. السر هو الام كترضعهم. هذاك المرض اللي غادي يكون فيهم 100% غادي يكون جاي من عند الام، يعني ما يمكنش هما غادي يجيبوه من المحيط الخارجي، ضروري انهم كيشربوا واحد النوع من السائل اللي هو الحليب ديال الام، وكيمرضوا يا اما كيمرضوا بمرض مثلا الحبوب كما قلنا، يا اما كيمرضوا بواحد المرض نقولوا مثلا الاسهال، نقولوا جاهم اسهال، هما عاد كيرضعوا جاهم اسهال 100% غادي تقلبوا الام غادي تلقاوها حتى هي فيها الاسهال او كرشها يعني مريضه. كيفاش التعامل مع هاد الصغار؟ الادويه ديالهم من خلال الام، اي حاجه كانت في الصغار ممكن انك يعني تحقن مضاد حيوي للام، وهذاك المضاد الحيوي غادي يشربوا منه لان كيبقى في الجسم ديال الام، غادي يشربوا منه الصغار عن طريق الحليب اللي غادي تعطيهم لهم الام ديالهم. تما غادي يوقع غادي يتداووا هما عن طريق الحليب يعني ديال الام ديالهم. يعني هذا هو الجواب اللي غالبيه لي كومونتير كيجيوني على حسابه، وانا حاولت انني نلخص لكم في واحد الحلقه اللي هي هذه. منين تشوفوا شي امراض كاينين عندكم في الرضع، يعني ما يمكنش انكم تداويوا يعني الارانب ديالكم بواحد الارانب الرضع، تشدوهم وتدقوا لهم انتيبيوتيك ولا تدقوا لهم شي محلول، او مثلا ممكن انكم تعطيهم الخل او تعطيهم سميكطه مثلا، لا، داويوا الام يبراو الصغار. هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. حاولوا انكم هذه الفكره يعني تدونوها في المخ ديالكم، لان شحال من واحد كيمشيو له الصغار ديالو بهالطريقه هذه، ما كيفهمش كيفاش غادي يتعامل، كيخليهم يموتوا قدامه واحد تلو الاخر. علاش ما نداويوش حتى هذوك الصغار؟ لان الله عطينا اي يعني داء الا وليه واحد الدواء. يعني منين يكون شوفوا بحال الصغار ديالكم يعني الرضع باقيين عادي الله الحيمات، ولكن فيهم شي نوع من المرض، مره تفقدوهم، ماشي شحال من واحد كيقول لك لا غادي تشم الام، غادي تشم الريحه ديالهم ديال 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 الانسان، وغادي غادي تمشي تاديهم. ممكن انكم اذا كانت عندكم هذه الحاله تستعملوا قفازين طبيه، يعني كيديروا درهم عند درهم ونص عند الفارماسيان، ارتديوا هذاك القفازات وبداو كتفقدوا الصغار ديالكم. منين تشوفوا الصغار ديالكم فيهم شي حاجه سيروا مباشره للام وداويوها حتى الصغار غادي يبراو. كيفاش غادي يبراو؟ عن طريق الحليب المعطى من طرف الام للصغار. اذا هذه هي الحلقه ديالنا هذا النهار،
كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا قناة جميلة غادية بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم وعلى الدعم ديالكم. ما تنساوناش بزر الجام تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.